النجاة من الموت Surviving Death. هناك صور متعددة لفكرة معنى نجاة الفرد والحياة مرة أخرى بعد الموت. مفهوم النجاة بيتضمن في أبسط صوره الاستمرارية في الوجود أو العودة إلى الوجود مرة أخرى بصورة ما. فكرة الارتباط هنا جوهرية لما بنقول إن شخص ما نجا من الموت، والصورة الجديدة لهذا الشخص لا يوجد فيها أي شيء مرتبط بالصورة القديمة، حتى وإن كان الاسم أو الذكريات أمر غير متصل. إذن يبقى السؤال، إن كنا قادرين على النجاة من الموت، ما هي بالضبط صورة تلك النجاة، سواء كانت استمرارية أو عودة إلى الوجود؟ هل معنى الاستمرارية هنا جسدي؟ وإن لم تكن استمرارية جسدية، هل هي روحية؟ وهل معنى هذا إن إثبات وجود الروح كافي لإثبات الاستمرارية الروحية؟ مش من الجائز إن فكرة الاستمرارية رمزية بتعبر مثلا ببساطة عن فكرة استمرار الفرد في ذكرياتنا؟ بشكل عام، فكرة الاستمرارية والنجاة من الموت في عقول غالب البشر بتعني استمرارية شيء ما من الممكن أن نطلق عليه أنفسنا. في 4 طرق رئيسية للإجابة على سؤال كيف يمكن أن ننجو من الموت. 1. النجاة غير جسدية ولا عقلية، لكن آثار نتاج الإنسان في حياته الشخصية من خلال عقله أو جسده. 2. النجاة جسدية فقط. 3. النجاة عقلية أو روحية فقط. 4. النجاة جسدية وعقلية. من المهم الإشارة إلى أن البعض قد يعتقد في مزيج من بعض الإجابات الأربعة. مثلا بعض أتباع الديانات الإبراهيمية بيعتقدوا أن بعد الموت العقل أو الروح تنجو فقط، لكن في الآخرة أو في المعاد بتتوحد الروح مع الجسد مرة أخرى. على الجانب الآخر، الكثير من أتباع الديانات الشرق آسيوية بيعتقدوا أن النجاة من الموت بتشمل فكرة إعادة تجسد العقول مرة أخرى، والكثير من اللادينيين بيعتقدوا أن النجاة من الموت هي مجرد استمرارية آثار الإنسان في حياته، سواء كان ده إنتاجه العقلي، أفكاره، نظرياته، كتب له أو آراءه إلى آخره، أو إنتاجه الجسدي، أولاده، شركاته، منشآته إلى آخره. الإجابة الأولى بتغطي مجموعة من الأفكار الغير شخصية أو الشبه شخصية لفكرة ما بعد الموت. على سبيل المثال، في عملي الشاعر اليوناني هوموروس، هومر، الخالدة، الإلياذة والأوديسة، بنلاقي فهم للحياة الأخرى، النجاة من الموت فيهم عبارة عن تجسد وجوده في ذكريات أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة، وفي ظل الشخص وهو نوع من بقايا شخصية كاملة لنفسه تسافر إلى العالم السفلي. على الجانب الآخر، كثير من التقاليد الدينية بتعلمنا إن ما يحدث لنا بعد الموت تجربة شبيهة بفكرة الامتصاص أو الاندماج مرة أخرى مع عقل كوني أو وجود كوني ضخم. تحت الرؤية دي، الفرد لا يستمر في الوجود ككيان، لكن أثار شخصيته تستمر في الوجود. الإجابة التانية فكرة غير شائعة في كتير من الأديان، لكنها بتتفق مع كثير من الصور الخيالية. أكيد فاكر قصة أو فيلم رعب فيه الموتى عادوا للحياة مرة أخرى كموتى أحياء أو زومبيز. الزومبي طبعاً ما هو إلا أكتر من جثة متحركة بدون عقل، لكن علشان الفرد يتصور فكرة إن الحياة بعد الموت هتكون مجرد موتى أحياء، أكيد الرؤية دي غير جدية. أما الإجابة التالتة هي الأكثر شهرة، إن الفرد سينجو من الموت كأرواح لا جسدية أو مستنسخة في صور أخرى. معظم الديانات الشرقية والغربية بتؤسس للاعتقاد على الأقل المؤقت في النجاة بتلك الصورة. الإجابة الرابعة بيعتنقها المؤمنين في فكرة البعث Resurrection، بأن عقل الفرد وجسده المتطابق سيبعثوا بعد موته في العالم الآخر كما كان على الأرض. الفكرة دي بالتحديد هي الفرق بين البعث والتناسخ Reincarnation في الديانات الشرقية. في التناسخ، الجسد قد يكون مختلف في كل مرة بيعود فيها الفرد للحياة. الجسد المستنسخ قد يكون مختلف بصورة كبيرة. تحت عقيدة البعث، جسدك هو نفس الجسد، قد يكون مختلف بعض الشيء زي ما جسدك في الشباب مختلف بعض الشيء عن جسدك في الطفولة، إلا أنه مازال جسدك، أي أنه متطابق رقميا قبل وبعد الموت. بالتأكيد في عدد آخر من التصورات لفكرة الاستمرارية أو النجاة من الموت،
إلا أن الأربع إجابات السابقة بتمثل الاعتقادات الأربعة الشائعة عند كتير من البشر.